جاي عشان خاطر عيون الشيخ سالم الخاين عدو الدين اللي حط يده بيد الطواغيط. أنا بعرفكم، الناس هدول شايفين حالهم يملكوا مفاتيح الجنة. اللي بتسووه هذا يا ولد ما في منه رجع. حذرناكم من قبل، احنا صوت الحق. والله ما هو صوت الحق، هذا صوت الباطل، وحينتهي حينتهي، لا يصح الا الصحيح. ما تكتر في الكلام يا شيخ سالم، انزلوا على ركبكم، انزلوا. لو قربت من ابوي هقطع لك يدك. ما تخافيش شو بدكم تعملوا فينا؟ ادخل ادخلي. تعي الله